السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بفندق سيرتا الموجود في قلب مدينة قسنطينة، واللي يعني دشينا في سنة 1922، بمعنى أن عنده قرن من الزمن، وكان من المفروض إعادة افتتاحه، لأنه الآن يعرف عملية تاعه ترميم جديدة وتجديده، وكان من المفروض أن يدشن ويعاد افتتاحه في 2022، أي قرن بعد بلوغ قرن من الزمن، يعني باحتفالية قرن من الزمن لهذا المعلم التاريخي والحضاري الكبير اللي يوجد في قسنطينة. لكن للأسف أشغال تاع الترميم هذه لم تنتهي في 2022، وحيث أنه عملية ترميمه بدأت في 2014، يعني مباشرة بعد انتهاء السنة سنة الثقافة العربية بقسنطينة التي نظمت في 2014. يبقى الأشغال نتاع الترميم نتاع هذا الفندق الرائع كما قلنا تقرب من النهاية تاعها، حيث حسب تصريحات المسؤولين وصلت إلى 90% من نسبة الأشغال. كانت عنده مشاكل نتاع يعني لاميناجمون نتاع التهيئة نتاع المدخل نتاع الفندق هذا، اللي كانت تعيق انتهاء الأشغال بسبب يعني نزع الملكية لتوسيع المدخل نتاع الفندق هذا، لكي تكون فيها شراكة مع شركة ماريوت اللي سوف تسير الفندق هذا بعد نهاية الأشغال تاع الترميم، واللي كانت في حقيقة الأشغال تاع الترميم على عاتق شركة ماريوت. فيه اتفاقية شراكة مع ولاية قسنطينة، إن شاء الله هتنتهي الأشغال وينتهي المشكل هذا ويعاد افتتاح هذا الفندق المعلم الحضاري الكبير، يعني عنده شهرة عالمية. أترككم في نهاية الفيديو، والسلام عليكم. Thank you.